السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سيكون موعدنا مع مراجعة عامة على الكيمياء الكهربائية، ثم هنبدأ في حل مجموعة من الأسئلة الهامة التي قد جاءت في التحصيل والموجودة في دفتر وكتاب المدرسة. اليوم في حصة الكيمياء في مراجعة عامة على الكيمياء الكهربائية بدأنا في الفترة الماضية خلال الحصص السابقة، قمنا بعمل أول شيء في الخلية الجلفانية، قمنا بتعيين عملية الأكسدة عن طريق شريحة الخرسين التي تعمل على فقد الإلكترونات، أيضا شريحة النحاس التي كانت تعمل على اكتساب الإلكترونات كانت تقوم بعملية الاختزال. ثم أسلاك المعدنية التي كانت تنقل التيار الكهربائي عبر الإلكترونات الحرة، وأخيرا القنطرة الملحية التي تعمل على نقل الأيونات الحرة. وهذه كانت في بداية درسنا على الكيمياء الكهربائية. انتقلنا بعد ذلك إلى موضوع البطاريات، وكانت هذه البطاريات كانت عبارة عن خلايا جلفانية بتستعمل تفاعل الأكسدة والاختزال لإنتاج الطاقة الكهربائية. وهذه البطاريات كما علمتم أنها انقسمت إلى نوعين، هذه البطاريات الأولية والبطاريات الثانوية. البطاريات الأولية انقسمت إلى ثلاث أنواع، هي الخلية الجافة والبطارية القلوية وبطارية الفضة. أما البطارية الثانوية قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، بطارية السيارة وبطارية الليثيوم ببطارية الهيدروجين. وقمنا بدراسة هذه الأنواع بالتفصيل ومعرفة عمليات الأكسدة والاختزال التي تتم في كل منه، وقمنا مبدئيا بالمقارنة بين البطاريات الأولية والبطاريات الثانوية، حيث أنها في البطاريات الأولية قلنا أنه لا يمكن إعادة شحنها، أما أيضا أن الأكسدة والاختزال بيكون فيها تفاعل تام وعمرها قصير. أما البطاريات الثانوية فأنه يمكن إعادة شحنها، مثل ما ذكرنا من أمثلة على بطارية الجوال اللي هو الليثيوم وبطارية السيارة والبطارية الوقود الهيدروجيني، وهناك وتتم فيها حدوث تفاعل أكسدة واختزال بشكل منعكس ويكون عمرها طويل. وكانت هذه المقارنة لها الفضل في فهمنا لكثير من أنواع البطاريات الأولية والثانوية وكيف يتم حدوث التفاعل الأكسدة والاختزال التام وتفاعل أكسدة واختزال عكسي كما ذكرنا. ختمنا في الحصص الماضية على ثلاثة طرق لحماية الفلزات من التآكل، وكانت هذه الطرق هي الطلاء، وهي طريقة مناسبة للفصل بين الأكسجين والفلز، وعملية الجلفنة كانت تغليف الفلز بفلز أكثر مقاومة مثل هذا الشكل. أيضا الفلز المضحي، وهنا بيتم لف شريط من المغنيسيوم على الفلز المراد حمايته، ويسمى بذلك لأنه هو الذي يسمح له يعني هذا الفلز هو الذي يتآكل ليحمي الفلز الآخر. وكانت هذه الطرق هي لحماية الفلز من التآكل، أي معالجة الصدأ. وكانت هذه الملخصات فيما تم شرحه خلال الحصص الماضية، وسيتم الآن حل تدريبات عامة على الكيمياء الكهربائية، منها أسئلة قد جاءت في اختبارات تحصيلية ماضية وأسئلة موجودة في كتاب المدرسة وموجودة في الدفتر. فلنبدأ أولا بالسؤال الأول، يقول لي تأمل الشكل أعلاه للخلية الجلفانية وأجب عن الأسئلة التالية. نتذكر جيدا ما وظيفة الجزء المشار إليه برقم واحد، كما نرى هنا هذا يمر على هذا الجزء، وهذا الجزء الذي يسمى باسم الايه
السلك. إذن لو نتذكر قليلا ما هي فائدة السلك، وقد قمنا منذ قليل بمراجعتها. نعم، إن السلك هو الذي يعمل على نقل الإلكترونات بالفعل، والدليل على ذلك وجود هذا الإلكترون، أي أن الإلكترونات بتنتقل من قطب الخرصين إلى قطب النحاس، أي من الأنود إلى الكاثود. يبقى الوظيفة السلك يسمح بمرور الإلكترونات طبعا من الكاثود إلى الأنود، أو من قطب الخرصين أنود إلى الكاثود، من قطب الخرصين إلى قطب النحاس. إذن اكتب معادلة نصف التفاعل عند الموقع المشار إليه بالرقم 2. الرقم 2 هو الذي يمثل شريحة الخرصين، وشريحة الخرصين كما ذكرنا أنها تقوم بعملية الأكسدة، أي أنها تمثل الأنود، والتي تقوم بعملية الأكسدة أي أنها تحولت من الحالة التي كانت عليها اللي هي الحالة 0 إلى الحالة موجب 2، أي أنها قامت بعملية فقد الإلكترونات، حيث أنه زاد عدد الأكسدة من 0 إلى موجب 2. فلنقوم بكتابة نصف تفاعل الأكسدة، أي أنها تحولت من الحالة 0 إلى الحالة موجب 2، أي أنها قامت بعملية فقد الإلكترونات. اذكر اسم الجزء المشار إليه برقم 3. رقم 3 هي الذي تمثل هذا الجزء المتصل بين الوعاءين الذي يوجد فيه الخرصين والنحاس. هذا الجزء يا شباب بيمثل انتقال، نعم أيوة، انتقال الايه، انتقال الأيونات، أيونات زي ما انت شايف كده. هذا الجزء يسمى فيه انتقال الأيونات. إذن ما هو الذي يسمح بانتقال هذه الأيونات؟ تسمى باسم ايه؟ نعم أسمع الشباب، فعلا القنطرة الملحية. ما وظيفة الجزء المشار إليه برقم 3 كما شرحت؟ ما وظيفة هذه القنطرة الملحية؟ تقوم بتسمح بمرور الايه؟ الأيونات، تسمح بمرور الأيونات، وهذه الخلية الجلفانية. ننتقل إلى السؤال الآخر. السؤال الثاني، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. في البداية، بطارية الفضة هي الأنسب لتزويد آلات التصوير بالطاقة. طبعا هنا داخل آلات التصوير بتوجد بطاريات، نعم إنها بطاريات الفضة. إذن الإجابة هنا صحيحة. هل يمكن بسهولة شحن البطاريات الأولية بعد انتهاء صلاحيتها؟ كما ذكرنا البطارية الأولية هي أحد البطاريات التي لا يمكن إعادة شحنها، مثل بطارية الإيه؟ الخلية، البطارية حقة الريموت. بطارية الريموت بعد أن تنتهي فإنه لا يمكن الاستفادة منها مرة أخرى، وبالتالي تكون هذه الإجابة خاطئة. وعفوا هنا متكرر السؤال أنه يمكن بسهولة شحن البطارية الأولية بعد انتهاء الصلاحية، برضو الإجابة هنا إيه؟ خطأ. السؤال الرابع، تساعد عملية الجلفنة على منع التآكل والصدأ الذي يصيب الحديد. وفي هذا السؤال قد ذكرنا أثناء الطلاب أن عملية الجلفنة هي تلك العملية التي فعلا تمنع التآكل والصدأ الذي يصيب الحديد. إذن الإجابة هنا صحيحة. 5، يوفر كل طن يعاد تدويره من الألمنيوم كميات كبيرة من الطاقة. إن عملية إعادة التدوير قد تم شرحتها في خلية عملية هول هيروليد لإنتاج الألمنيوم، وذكرنا أنه يتم إعادة التدوير الألمنيوم في هذه الخلية، وبالتالي يوفر كميات كبيرة من الطاقة. إذن الإجابة هنا صحيحة. قارن بين البطاريات الأولية والبطاريات الثانوية حسب هذا الجدول من حيث صلاحية البطارية بعد الاستعمال. هل البطارية الأولية تصلح أم لا تصلح؟ نعم، الإجابة بالفعل هذه البطارية لا تصلح، لأنه لا يمكن الاستفادة منها بعد الانتهاء. وذلك ليه؟
لأن تقوم هذه البطارية بإكسدة واختزال تام، يعني لا يحدث بشكل عكسي، أي أنه لا يمكن إعادة شحنها. أما البطارية الثانوية بالفعل عكسها، فإنها تصلى زي بطارية الليثيوم وبطارية السيارة، بطارية اللابتوب، بطارية الجوال. نوع التفاعل الذي يحدث في هذه البطاريات الأولية، طبعا ذكرنا أنها مدام لا تصلح يبقى بتكون تفاعل أكسدة واختزال تام. أما البطارية الثانوية بيكون حدوث الأكسدة والاختزال بشكل عكسي. أمثلة على البطارية الأولية، نعم البطارية الجافة الموجودة في الريموت. أما البطارية الثانوية، أحد الأمثلة الهامة التي يمكن إعادة شحن البطارية، نعم موجودة فين؟ أيوة في بطارية السيارة، بطارية الجوال، بطارية اللابتوب. بل يكتفي بواحدة فقط لا غير. ننتقل إلى السؤال القادم. هذا السؤال يعطيك مجموعة من المصطلحات ويطلب منك وضعها في مكانها المناسب. منع الصدى، فلنبدأ بالاختيار. أطلق لكم الخيار. منع الصدأ هي عملية، نعم عملية الجلفنة. خسارة الفلز ناتج عنها تفاعل إيه؟ أي من هذه المصطلحات تمثل خسارة الفلز اللي هي ما نقصد بها عملية الإيه؟ الصدأ اللي هي موجودة في صدأ الحديد، بنسميها بالفعل التآكل. بطارية الفضة، إلى ما ترمز بطارية الفضة؟ هل هي أولية أم ثانوية أم بالمرة أم هلجنة؟ بالفعل بطارية الفضة هي بطارية أولية، صحيح. بطارية الليثيوم، هل هي ثانوية أم بالمرة أم هلجنة؟ بطارية الليثيوم هي بطارية يمكن إعادة شحنها، وبالتالي هي بطارية ثانوية. اكتب المصطلح العلمي الدال على هذه العبارات الآتية: استعمال الطاقة الكهربائية لإحداث تفاعل كيميائي. سوف أوفر لك الوقت. هل هذه العملية تسمى بعملية الخلية اللي موجودة في الخلية الجلفانية، أم هذه العملية موجودة في خلية التحليل الكهربائي؟ هل في الخلية الجلفانية قد قمت باستعمال الطاقة الكهربائية أم أنها قد أنتجت طاقة كهربائية؟ نعم فعلا، الخلية الجلفانية قد أنتجت طاقة كهربائية عن طريق حدوث تفاعل كيميائي. أما إذا قمنا باستعمال الطاقة الكهربائية لحداث تفاعل كيميائي، يعني وجود مصدر للطاقة الكهربائية، إذن هذه تسمى خلية التحليل الكهربائي. طيب، ذكرنا في أحد التعاريف تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد. هذه العملية التي يقوم فيها عملية تغليف الحديد تسمى، أذكر لك الإجابة، نعم عملية الجلفنة. قلنا أن الممر التدفق الأيونات من جهة إلى أخرى إلى ما يسمى هذا الممر، قمنا بمراجعته في بداية الحصة، إنه يسمى القنطرة الملحية. قطب الخلية الذي يحدث عنده الاختزال، ذكرت في السؤال الأول أن الاختزال يحدث عند، سوف أسهل لك عليك الإجابة، الأنود ولا الكاثود؟ نعم الكاثود. ننتقل إلى السؤال التالي. مدى، اختر الإجابة الصحيحة. مدى قابلية المادة لاكتساب الإلكترونات؟ ماذا ذكرنا في الاكتساب الإلكترونات؟ تمثل هذه العملية عملية اكتساب إلكترون، يبقى إذن يمثل إيه؟ ها؟ نعم يمثل جهد الاختزال. قطب الخلية الذي تحدث عنده عملية الأكسدة، ها؟ عكس الأكسدة، عكس الكاثود، يسمى، أيوة فعلا، الآنود. إجابة صحيحة. عبارة عن خلية جلفانية،
تستعمل التفاعلات التلقائية لإنتاج تيار كهربي. هنا هنتج تيار كهربي. هذه العملية موجودة فين؟ إجابة صحيحة، البطاريات. خسارة الفلز الناتج عن تفاعل أكسدة واختزال بين الفلز والبيئة مثل صدأ الحديد، بنسمي هذه العملية عملية التآكل. إجابة صحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي، أسئلة خريطة المفهم. قد قمنا بشرح استخدامات التحليل الكهربائي على مدار الحصص الماضية، فلنبدأ أولا. نعم، فلنذكر استخدامات هذه العملية. استخدمنا التحليل الكهربي في أي عملية؟ واحد، نعم، أي تحليل ماء البحر. ممتاز. عملية أخرى؟ نعم، قمنا باستخدامها في خلية داون. طيب يا شباب، خلية داون كنا بننتج منها إيه؟ بالفعل قمنا بعملية إنتاج الكلور وفلز الصوديوم من مصهور كلوريد الصوديوم الذي وضع في خلية داون. أيضا استخدمت خلية هول هيرولت. ممتاز. طيب حد من الشباب كده، خلية هول هيرولت استخدمناها في إنتاج إيه؟ نعم، إنتاج فلز الألمونيوم. العملية الأخيرة، نعم، عملية الطلاء الكهربائي، وقمنا بشرحها بالتفصيل. استخدمنا مفتاح وقمنا باستخدام خلية للتحليل الكهربي ووضعنا شريحة من النحاس أو من الخرسين لكي نطلي بها المفتاح. تأمل رمز الخلية التالية وأجب عن الأسئلة التالية. سوف أترك لك المجال لبضع ثواني. حدد نصف تفاعل الأكسدة وسوف أسهل عليك الأمر. ما هي أي من هذه العمليتين تسمى عملية أكسدة؟ هل هذه العملية تحول الهيدروجين إلى أيون الهيدروجين، أم تحول النحاس من الأيون إلى فلز؟ أشكر الطلاب الذين قد فكروا وتفاعلوا. فحد نصف تفاعل الأكسدة، لكي أفهم كيف يمكن حساب نصف تفاعل الأكسدة، أنظر أولا إلى عدد التأكسد. أولا لو ذكرنا هنا أن عدد التأكسد كما شرحنا في عملية الأكسدة والاختزال هنا بصفر، قد تحول من الحالة التي كان عليها الصفر إلى موجب واحد. إذن قد زاد عدد التأكسد من صفر إلى موجب واحد. إذن إذا زادت عدد التأكسد، هل هذه العملية تسمى أكسدة واختزال ولا اختزال؟ بالفعل هذه تسمى عملية الأكسدة. ننتقل إلى الجزء الآخر. قد تحول النحاس من موجب 2 إلى صفر، يعني عدد التأكسد قد نقص من موجب 2 إلى صفر. وما دام قد نقص عدد التأكسد، يبقى إذن تسمى هذه العملية باسم عملية الإيه؟ نعم، تسمى باسم عملية الاختزال. يبقى إذن هذه نصف تفاعل الأكسدة وهذا نصف تفاعل الاختزال. ما الذي يرمز له بهذا الرمز الذي يفصل ما بين النصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال؟ يمثل هذا الرمز شيئين، يمثل القنطرة الملحية وأيضا يمثل السلك المعدني. يعني إذن يمثل القنطرة والسلك في نفس الوقت التي تفصل ما بين نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال. ما الذي يرمز إليه بالرمز E؟ ما الذي تمثل الـ E بالموجب أو بالسالب؟ إنها تمثل، نعم، إجابة صحيحة، إنها تمثل جهد الخلية. فلننتقل إلى السؤال الآخر. إذا كان هذا الجهد الذي ذكرناه في المعادلة السابقة، هذا الجهد مثلا إذا كان بالموجب أو السالب، ماذا يدل؟ إذا كان الجهد المحسوب للخلية موجبا، يمثل هذا التفاعل، هل هو تفاعل تلقائي ولا غير تلقائي؟ قد قمنا بحل هذا السؤال من قبل في الأسئلة التحصيلية. إذن هذا التفاعل يمثل تفاعل بالفعل تلقائي.
طيب إذا كان الجهد المحسوب للخلية سالبا، فإن التفاعل هذا يمثل تلقائي ولا غير تلقائي؟ إذا كان بالسالب هيكون غير تلقائي. ممتاز. سوف أترك لكم بضع ثواني للسؤال هذا، قد قمنا مرارا وتكرارا بإعادته وخاصة في المراجعة. تآكل الحديد أو الصدأ هي صورة طبيعية من تفاعلات الأكسدة والاختزال، كيف نعالجه؟ نعم، نبدأ بالإجابة. أسمع بعض الطلاب يقولون عملية الطلاء. بالفعل عملية الطلاء التي نقوم فيها بطلاء الجسم الذي يظهر عليه الصدأ أو ما لا يظهر عليه الصدأ حتى يعمل يعمل كحاجز حتى لا يتفاعل مع الهواء الجوي، وشرحناها تفصيليا. فلنسمع إجابة أخرى. أسمع بعض الطلاب يقولون عملية الجلفنة. ممتاز، عملية الجلفنة وهي بيتم فيها غطاء الفلز بفلز آخر أكثر مقاومة للتآكل، زي جزء ما قمنا بعملية طلاء الحديد قمنا بطلاءه بالخرصين حتى يعمل أطول فترة ممكنة، فيبدأ حتى لو قام بالتآكل فلن يتآكل الحديد. الأخير بالفعل الفلز المضحي كما شرحنا تفصيليا، التي قمنا فيها بلف شريط من المغنيسيوم على الفلز المراد حمايته، وهنا يسمى باسم الفلز المضحي. قمنا باستخدام خلية دون مصهورا من كلوريد الصوديوم. فسر لماذا يجب أن يكون هذا الكلوريد الصوديوم مصهورا. فلنبدأ أولا بالتفكير. أولا عملية وضعه كمصهور، هل هو قام بصهره أو قام بإذابته في الماء؟ وعند إذابة كلوريد الصوديوم كما تم شرحه من قبل ذلك، فإن هذه كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، إذا قمنا بإذابته في الماء ماذا يحدث؟ فإنه تبدأ الأيونات، بالفعل تبدأ الأيونات الحرة بالذوبان، وبالتالي تسمح لو تتذكر بعملية مرور التيار الكهربي. إذن استخدام كلوريد الصوديوم كمصهور سوف يساعدنا بشكل كبير أن تكون الأيونات حرة الحركة، وبالتالي تتم العملية بدقة. طيب بالنسبة لخلية داون قلنا بإنتاج الصوديوم في صورتين. ما هو استخدام الصوديوم في صورته النقية اللي هو في الصورة الفلزية؟ كيف يستخدم؟ بالطبع أنه يستخدم كما ذكرنا وشرحنا. أترك لكم الإجابة، تفضل. بالفعل إن استخدام الصوديوم في صورته النقية يستخدم في المفاعلات النووية، لأنه يعمل عملية تبريد للمفاعلات النووية. طيب إذا قلنا استخدام الصوديوم في صورته الأيونية، نتذكر جيدا صورته الأيونية اللي هي مادة، بالفعل إجابة صحيحة، مادة كلوريد الصوديوم اللي هو مين؟ ملح الطعام اللي هي مادة كلوريد الصوديوم. ننتقل إلى السؤال التالي. أكمل المعلومات التالية التي تخص الخلية الجلفانية كمراجعة أخيرة حتى تثبت المعلومة بشكل قوي. يسمى القطب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة باسم، إجابة صحيحة، أشكر كل الطلاب، باسم الأنود. طيب القطب الذي تحدث عنده عملية الاختزال، أترك لكم المجال. إجابة صحيحة، الكاثود. أخيرا الممر الذي تتدفق عبره الأيونات في الخلية، أترك لكم المجال. ممتاز، القنطرة الملحية. وهذه هي إجابات بعض الأسئلة التي ذكرت في كتاب المدرسة وفي التحصيل وفي دفترك الذي تقوم بالحل فيه على هذه الأسئلة. وهنا نقول انتهينا اليوم يا شباب من مراجعة وأسئلة كل الباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.